السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة النهار في كل مكان. النهاردة حلقة جميلة جدا ولذيذة قوي، يا رب هي من وجهة نظري كده، معرفش بقى عند حضراتكم تبقى ايه، بس عاملة فيها كده وصفتين لطاف جدا، أتمنى يا رب يعني ينولوا إعجاب حضراتكم. احنا قبل ما هبدأ عايز أقول لحضراتكم إن أنا هشتغل في الحلل والأدوات والبانز والبوتس الحلوة الخاصة بشركة بيرجوف. بيرجوف براند، هم أصلا مقرهم في بلجيكا ولكن ليهم مقر في مصر وليهم ويب سايت وليهم طريقة تواصل رائعة. الحقيقة كل الحاجات المنزلية رائعة عندهم، مختلف الإمكانيات. بصوا أنا أولا هكلمكم عن حاجة أنا يعني شايفة إن هي كانت فرصة لينا ولأي حد حابب يقتني هذا الطقم، عشان أنا يعني شايفاه من الحاجات اللي كانت غالية جدا جدا وكان صعب علينا إن إحنا نجيب منه، بنجيب بالقطعة، فمعنى إن هم يعملوا لنا عرض على طقم كامل من الحديد الزهر دي في حد ذاتها يا جماعة أنا شايفاها فرصة رائعة جدا. بصوا بقى الطقم الحديد الزهر ده هو طقم قطع مختلفة، فيه البانز والبوتس وفيه أشكال، فيه منه شكل الحلة اللي هو البيضاوي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، وفيه شكل الحلة المدور اللي احنا كلنا متعارفين عليه، وألوانه مختلفة كتير، فيه منه البينك وفيه البيربل وفيه منه الأحمر، فيه ألوان كتير مختلفة. عاملين عليه عرض وعاملين عليه خصم 30%. بصوا كده، بصوا جوه واخد طلاء من جوه، مطليه الزهر مطلي. طيب في زهر مش مطلي؟ اه في، انا عايزه اشوف البان بتاعتي فين اللي هي البينك، هيجيبوها لي دلوقتي. اللي مش مطلي بنستخدمه ونحافظ عليه بمسحه زيت جوه الفرن ويطلع، ونظافه سبونج، مفيش سلك مفيش حاجه، يعيش من اجيال لاجيال. عاملين عليه خصم 30%، يعني قد يتقارب سعره الى منتجات كتير موجوده في السوق. والله طقم حقيقي يعيش ما شاء الله، يعني يورث. طيب تعالوا بقى نتكلم عن حاجات تانية، تعالوا نتكلم عن الحلل اللي هي خمس طبقات من السيراميك، خمس طبقات دي ليها قاعدة حرارية من الستانلس ستيل والألومنيوم والكروم كمان، عشان نعرف ازاي نوزع الحرارة كويس. الايد من السيليكون لان هي عازلة للحرارة، هتشوفوها دلوقتي. الغطا بايركس وحواف سيليكون عشان نقدر نصفي منه المية بأمان عالي جدا جدا. عندهم كمان صواني كيك حلوة جدا جدا، بصوا انا عاملاها هنا اهي، مقدمه فيها حاجات جنب جانبيه جنب، بصوا صينيه الكيك اهي، دي كربون ستيل مطليه جرانيت عشان تبقى سهله في الاستخدام والتنظيف. بصوا بتدخل الفرن، الغطا بتاعها ما بيخشش الفرن. انتوا حطيتولي الغطا بتاعها فين يا ابو منير؟ مش هنا؟ طيب خليني بس، طيب ماشي. انا كنت عايزه اجيب لكم البان تشوفوها. نتكلم بقى عن المقالي الجرانيت، خمس طبقات من السيراميك سهلة التنظيف، بنقدر نستخدمها بأقل نسبة دهون، وبنقدر ندخلها كمان غسالة الأطباق. بصوا الطقم ده المقاسات للمقالي بشكل مختلف، الستانلس ستيل بقى شوفوا طقم أطقم أهو 18 على 10 بيور، مقاسات كبيرة بقى كل المقاسات اللي انتوا عايزينها، غطا من البايركس. الإيدين ما بتوصلش حرارة على فكرة، بستخدمه على النار على طول. بصوا الطقم ده عبقري يا جماعة، الطقم ده اسمه جم، من احد العائله بتاعت بيرجوف، واخد الجرانيت، واخد طبقات رائعه جدا ليهم. طبقات الجرانيت عندهم توصل لحد 7 طبقات، يعني ما شاء الله. للاسف كمان في منهم طبقات، في منهم من عندهم يعني في طبقات تيتانيوم بتوصل ل7 طبقات كمان، يعني ما شاء الله. بصوا اليد بقى، دي اهي على النار وليها يد بتاعتها، اقدر ادخلها الفرن بكل سهوله اهي كده، تدخل قطعه تدخل الفرن، وادي الغطا بتاعها محكم من الناحيتين. بصوا السلك، بصوا من الناحيتين، اقفل عليه، شكله شيك ورائع. هنركب الدراع اهو بكل سهوله، اصبحت على النار امسكها واتحمل بيها، مفيش اي مشكله خالص. الحقيقه مختلف الانواع والاشكال، انا السكاكين دي الحقيقه من عندهم وعجبتني، قلت لهم انا هشتغل بيها في برنامجي فاخدتها. بصوا السكينه نفسها قطعه واحده، يعني لا فيها يد بتتشال وتتحط وتعيش العمر ما شاء الله، معموله ليزر طبعا، يعني طقم يعيش العمر. هنا السكاكين الصغيره، عندي اشكال مختلفه للسكاكين الصغيره، عايزه الفه لكم كده. بصوا الجمال، سكاكين كتير جدا 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 ما شاء الله، مختلفة الأنواع للناس اللي بتحب المقاس ده من السكاكين. والكبير أهو، ومعاهم مسن، ومعاهم مفيش سطول. لا يا أستاذ حمدي، الخير الطيب أحسن. وعاملين هنا مقص جميل رائع جدا،
حاجات قيمه جدا جدا. الصفحه بتاعتهم هتنزل قدام حضراتكم دلوقتي، ليهم ويب سايت لو حابين تطلبوا، الصفحه قدامكم على الشاشه وليهم ارقام اكيد للتواصل. خلينا بقى نبدا نقول انا هشتغل في الحاجات الحلوه بتاعتهم الخاصه ببرجوف. هعمل وصفه حلوه قوي هي الشيش مشوي في ستيكس. ممكن يتعمل في ستيكس، ممكن يتعمل كده، هعمله بالوطنيه المصريه. خليني الاول اشيل الحله القيمه الرائعه هذه الزهر الجميله، وتذكروا انه في عروض يا جماعه 30% طول شهر رمضان عشان اعياد الام وعشان شهر رمضان وعشان العرايس اللي بتتجهز قبل العيد تلحق تقتني اللي هي عايزاه. طيب تعالوا بقى كده نفتح كده بالسكينه الحلوه دي، نسمي الله. هفتح هنا قطع اللحم الفاخر من الوطنيه المصريه اهو، عندهم طبعا لحم قطع، كيس نبيتي وكيس اصفر، ده الاصفر اللي هو الفاخر، ده بقري متقطع من منطقه الكتف، نسبه الدهون بسيطه جدا، اوزان مختلفه، في من 450، في 800، 900، في بقى لحم قطع ممتاز، ده كيس الايه النبيسي اللي هو اللي بيبقى في النبيسي، ده بيبقى لحم جاموسي متقطع من العكوه الخلفيه اللي هي الكولات عشان اللحوم الخلفيه اسرع واسهل في السوى. يلا بينا. عايزه اقول لكم بس لو الكاتنج بورد عايزين تنضفوه، انا قلتها لكم قبل كده، انا بجيب شويه ملح بحطهم على الكاتنج بورد، واهم حاجه الكاتنج بورد او البلانشا اللي هتستخدموها للفراخ غير للحمه غير للخضار، ما ينفعش سمك لبن تمر هندي عشان بتنقل بكتيريا مهما عقمنا. فانا بحط شويه ملح وبالليمونه نص ليمونه بدعك كويس قوي بيها، افرك البلانشا وبعدين اغسلها واصفيها وانشفها كويس، ولما بيكون نوعها كويس بتعيش وما بيحصلش الخشب بتاعها اي حاجه. يلا بينا نقول المقادير. انا عايزه بس اقطع اللحمه دي الكيبس دي قطع صغيره عشان انا عايزه اعملها في ستيكس، هشوي اعملها هنا في الجريل ده بقى. خلينا نستخدم الجريل ده شويه، شوف كده الجريل ما شاء الله مساحته كبيره وحلوه، ده من ليو من احد برضو الايه العائله. مقاديركم على الشاشه يلا بينا. بصوا الجمال، طبعا شويه فلفل، انا هعمل اللحمه دي بشويه البصل فين؟ ده ماشي حبايبي، يلا ماشي بسم الله. هناخد كده قطع حلوه كده يعني مكعبات كده زي ما انتوا تحبوا، بسم الله. دي طبعا المفروض ان هي تكون ايه بدات تفك شويه، انا برضو ما بحبهاش تبقى فكه التجميد 100% يعني تبقى وسط عشان اعرف اقطعها مبسوطه بالقطع. بصوا القطع بتاعتها، ماشي حبايب قلبي كده كده، وناخد بقى التتبيله الحلوه دي. هتحطوا لنا ايه في التتبيله الرو؟ ايوه ممكن الزبادي ماشي، وفي كاري وفي عصير ليمون كمان، وهنحط بقى فلفل الوان وبصل، ده عشان نستطعم طعم اللحمه اخباره ايه، مكونات في البيت يعني. اللي عايز بقى يحط معاها اللي هي مثلا معلقه من صوص الشوي بتاع اللحمه بتبقى حلوه قوي، الاورشستر شاير صوص برضو بيبقى حلو قوي، او الباربيكيو صوص على حسب ما تحبوا براحتكم، وبهارات اللحمه بس بس احنا مش عايزين اكتر من كده. اخد بوله كبيره كده، بسم الله، هنزل قطع اللحمه دي، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنبدا نشتغل بسم الله كده، نحط عليها الايه شويه الزبادي دول، حاجات بسيطة خالص، اوكي، وشوية من التوابل دي مع الملح والفلفل، ويلا ناخد الصفحة الخاصة بالوطنية المصرية يا جماعة، يلا بينا. عصرة ليمون، يلا الصفحة قدام حضراتكم اهي علشان تشوفوها وتصوروها سكرين شوت وتبقى مع حضراتكم موجودة. لحمة اهي، انا حطيت عصير ليمون على فكرة، واللي عايز يحط معلقه خل ممكن او صويا صوص ممكن، بس دي تتبيله سامبل قوي كده. اشوف الجريل اخباره ايه، اوكي طيب انا هبدا بقى ايه، ممكن نحط في ستيكس بصوا كده، هنا مساحه الجريل ما شاء الله كبيره ازاي، تاخد مني حبه حلوين يعني.
ساعه ديك بن بتعدي هوا. بصوا بقى، بصوا الجمال. انا مش هحط فستاكس، انا هنزل معاهم البصل والفلفل وهقدمها كده، علشان اللي عايز بقى يحط فستاكس. طبعا لو عايزين فحم ممكن تدوها فحمه في الاخر، وممكن تاخدوها على الفحم على طول. على فكره بيبقى طعمها حلو اللحمه دي، يعني طعمها في المشوي حلو كمان. حبيبتي يا روان ربنا يخليكوا ليا والله. بصوا كده هنحط بقى معاهم ايه، ممكن نحط طبعا دول. يلا بينا، شايفين الجمال؟ الخضار ده هيبقى طعمه عسل يا جماعه. معلقه سكر واحده، شايفين؟ شايفين الجمال؟ الله 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 الله. يلا هسيب بقى دي كده تاخد وقتها، وخليني اتكلم عن شركة كاستكو. كاستكو دي بتعمل اطباق وحاجات ديسبوزيبل كتير حلوه، اطباق بقى الفوم والوجبات والمعزومات والحفلات، وكمان لينا اطباق. بصوا يعني مثلا اطباق زي الشوربه تحته طبق اندرلاين. بصوا شكل الاطباق عامله ازاي. الاطباق دي ممكن في المناسبات يا جماعه نحطها لما بنكون عاملين عزومه وناس كتير، والسيده البيت مش عايزه حرام تتعب في الغسيل والتنظيف، وفي الحفلات الخاصه بالاطفال واعياد الميلاد. عندهم كمان شوك ومعالق، عندهم كمان القوالب الاكليريك اللي هي خاصه بالحلويات، في شكل تاني اهو، شايفين الجمال؟ عندهم الوان واشكال مختلفه. الحقيقه انا نقيت يعني اجملهم واختيارات اللي هي مختلفه مش تقليديه عند اي حد، عشان تقدروا تعرفوا ان يعني ليها شكل شيك على السفره كده. فما فيش مانع ابدا ان احنا نقدر نستخدم الحاجات الحلوه دي. طبعا غير بقى الرولات البلاستيك والحاجات دي، هم طبعا بيجهزوا كمان للاماكن اللي هي ايه التجاريه. طيب هنزل صفحتهم مع حضراتكم دلوقتي، بسم الله قدام حضراتكم هتبقى على الشاشه، وارقام للتواصل بسم الله على الشاشه قدام حضراتكم. بصوا بقى، عايزين بقى نعمل دلوقتي وصفه حلوه بالريش الفريش. خليني بقى ايه، طيب انقل ده هنا وده هنا عشان ايه نبقى تمام، ولا خليني زي ما انا. هستخدم طبعا البان الحلوه الرائعه العبقريه دي، وهاخد كده هستخدم الفريش. كل محب الفريشات معايا من ميت لافرز اللحوم القمر بقى. شايفين اللحمه دي؟ اللحمه دي تنفع ستاك جدا، حلوه قوي قوي. خليني اخد هذا الملقاط، اين الملقاط بتاعي؟ اوكي اشوف ملقاطي اين ذهب. بس يا رب انتوا لو شايفينه قولوا لي. طيب بصوا كده، تتعمل صينيه روعه، تتعمل يعني تتحط جوه بقى فريك وكبسه وحاجات كده تبقى روعه. احنا هنعملها النهارده بلسان عصفور، وهعمل لسان عصفور مش عايزه احمره قوي، انا عايزه اشوحه عشان كده بسخن البان قوي. ميت لافرز الحقيقه يعدوا من الناس الخبره في مجال اللحوم وفي تربيه المواشي وتسمين الابقار والعجول، 25 سنه ما شاء الله. مكانهم هم ناس بتعقم المكان، ناس بتتعامل مع العميل على انه يعني تحترم العملاء بتوعها جدا جدا. مكانها في مدينه نصر، ارقامها وعنوانها على الشاشه قدام حضراتكم. الصفحه بقى هناخدها دلوقتي عشان حضراتكم تصوروها برده وتشوفوا قطعيات اللحوم، وهم ما شاء الله يعني بيبعتوا لنا الحاجه فريش اول باول بصراحه. طيب ناخد بقى هنا اول ما البان كده ظبطت الدنيا، نعمل ايه بقى؟ بسم الله المقادير هتنزل قدام حضراتكم. تمام، هننزل المقادير. شغلت العين الثانيه عشان تبقى اسرع معايا. بصوا بقى هاخد كده قدام حضراتكم على الشاشه صوروها، هاخد كده شويه من الزيت. انا مش عايزه احمر اللسان عصفور، ومش عايزه اغير لونه قوي، انا عايزاه مش يتحمر يبقى لونه ذهبي
لا انا عايزاه يبقى ايه، يا دوب بس يشد كده، يعمل طبقه خفيفه صفرة كده. خلاص طيب نسمي الله. هاخد شويه اللسان عصفور اهو هنا، شوحه كده تشويحه. هحط فيه شويه خضار كده، زراف، بسله وجزر، وهنعمله المره دي بقى يا جماعه بالكاري. بصوا بقى بصوا الجمال. انا بس ايه بديله كده تشويح على النار، يشم النار ويتشمع، بس يتشمع بطبقه الزيت اللي انا حطيتها لان انا مش عايزاه يغير لونه. وهنا بسخن هنا كمان كويس عشان اشوح اللحمه بتاعتي تشويحه حلوه كده، اديها لسعه عشان ابدا اسوي الحاجتين دول فوق بعض، وكانه يعني بديل الرز البسمتي. ولكن برضو لسان عصفور الحقيقه بيبقى جميل جدا على السفرات، زي ما بنعمل الشعريه الحادقه، حاجه كده رائعه. هاخد كده بس عشان اخد اللحمه بتاعتي، انا بس عايزه افتكر انا حطيت المرقط بتاع اللحمه فين يا ولاد، انتوا قولوا لي عشان انا ناسيه. لقيته يا ولاد اخيرا الحمد لله. طيب ناخد كده بقى على اللحمه القمر بتاعت ميت لافرز، رشه ملح وفلفل. بسم الله، رشه ملح وفلفل كده من الناحيتين، طبعا لازم متبل من الناحيتين كده. وهنبدا ناخدها بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مش هنحط ماده دهنيه عاليه لان هي فيها نسبه دهون، فما شاء الله هت ايه هتظبط معايا الدنيا خالص. شايفين الجمال، شايفين جميله ازاي يا جماعه، ما شاء الله قطعيه اللحمه. بصوا الجمال، ودي رايحه هربانه هناخدها هنا. وهنا اللسان عصفور اهو بدا يشد معايا ده. خليني انقل بس الحاجه دي مكان بعضها لو سمحتوا، انقل هنا على النار العاليه عشان تساعدني. معلش كده كده اوكي. هبدا بقى احط هنا الكركم والتوابل، يلا بينا. هحط كده شويه الثوم هنا مع اللحمه، وعندي ورق لورا، وعندي هنا عود قرفه كده متكسر، وعندي اللي هي توابل اللحمه، بهارات اللحمه نفسها لازم تتطعم. رشه بس من طعم الكاري اللي انا هحطه، لان هحط الباقي مع اللسان عصفور دلوقتي. الريحه ايه ما شاء الله. وبعدين هنضيف البصلايه دي. تعالوا بقى ناخد الجمال ده، ناخد الجمال ده بالفراخ زي ما انت عايزه. لو هتحطي اربع فراخ ماشي، هتسويها الاول وهنزود على اللحمه دي شويه ميه عشان تستوي فيهم شويه. حلو الكلام، كلام جميل اهو. شايفين شويه مرق بقى، انا هحط شويه مرق. بسم الله يا سيدي، الله الله. لسان عصفور اهو بدا ايه يشمع، بس ما يغيرش لونه، مش عايز اغير لونه. حلو، هنزل عليه انا بالكاري هنا، احط كام فص حبهان معاها اهو عشان يعزز اللون. اتنين لومي. شويه بقى من البسله بالجزر لو انتوا حابين، شويه خضار، البهارات بتاعه اللحمه حطيت منها هنا معاه، وطبعا شويه من الفلفل الالوان، شويه جزر. هنطعم الخضار واللسان عصفور برشه ملح وفلفل. هنقلب الحاجه الحلوه دي كده معاه. شايفين الجمال، اللون عامل ازاي يا استاذ حمدي عندك؟ هو ده بقى اللي احنا طيب شفتوا اللحمه بقى اول ما تدخل في التسويه بتاعتي، عشان انا طبعا مش هلحق اسويها، طبعا تاخد الوقت بتاعنا كله. بصوا بقلبها كده، هعمل فيها ايه بقى اللحمه الحلوه دي. هنزل هنا بعد ما تكون دخلت في التسويه،
انا هنا مش هتاخد معايا كل التسويه، يعني هيبقى ليها شويه. شايفين ازاي هرص كده يا جماعه؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ مش هروح في حته، شويه الصوص دول اللي فيهم الخلاصه. بسم الله. وهكمل كده. بصوا الجمال، انا ده لسان عصفور في مستوى الايه؟ في مستوى البان بتاعتي، يعني ما نزودش. يلا بينا كده. تمام معاك؟ اشيلها لك؟ حاضر. افتكرت ده اللي مضايقك كنت هشيله عشان ما تتلسعش. طيب يلا، حاجتنا ما شاء الله عليها. يلا نغطي بقى وهنسيبها تتشرب على نار هاديه بعد ما تكون اللحمه خدت التسويه بتاعتها وتمام التمام. احنا كده تقريبا خلصنا كل الحلقه بتاعتنا، ويعني اتمنى بجد ان الوصفات تكون جميله ولطيفه وظريفه، وانواع اللحوم اللي حضراتكم شفتوها تكون مرضيه ليكم جدا جدا، مرضيه لكل الاذواق يعني. طبعا اكيد الوقت بيخلص بسرعه، فاسمحوا لي ان انا يعني هسيب حضراتكم على خير، استودعكم الله، ومن هنا حلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.